بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر للزميل العزيز يحيى حمزة ونجوم التحليل الفني كابتن محمد عمر وكابتن عبد الظاهر السقا. عشاق ومتابعي شاشة اون تايم سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيبدأ نادي الجونة بأحمد مسعود في المرمى، قدامه كمال بالفتوح في الجبهة الشمال، أحمد حسام وأحمد عبد الرسول اثنين مساكين، ومحمد الدغيمي في الجبهة اليمين، قدامهم شوشة وأشرف مجدي ورضا صلاح، وفي الخط الأمامي أيمن مكة مع أرنو رانداريانا وفرانج إيتوكا. الناحية الثانية المهدي سليمان في حراسة المرمى، كريم الديب ومصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، هشام صلاح، أربعة في المناطق الدفاعية، عمرو صالح وناصر ناصر اثنين ارتكاز، معاهم أحمد عادل ميسي وخالد الغندور وبنجامين بواتنج، ثلاثة في الخط الأمامي مع الاسترايكر الصريح مابو لولو. على دكة بدلاء نادي الاتحاد بالمرة بقى عمر صلاح ومحمود شبانة، عمر طارق الوحش، مورو ساليفو، هاني الطامي، وعبد الغني محمد، ومعاهم بلال السيد، أحمد عيد، وفان ديريك بيكالي أوبامي. للمركز السادس، وثلاث نقاط للاتحاد يحطوه في مكانة مرموقة مع رباعي مقدمة جدول الدوري. بدأنا نادي الاتحاد على يميننا، البداية من الجبهة اليمين، انما يطلع على طول عبد الرسول من داخل ال 18، نادي الجونه على شمالنا بقميصه الابيض، وقلنا خساره اخيره امام زد بنتيجه 0-3. اثنين مدربين من اصحاب تقفيل الملعب بشكل يخنوا اي فرقه، فهيعملوا ايه مع بعض النهارده؟ طارق العشري وعلاء عبد العال. ادي على طول رانداريانا يلعبها الى شوشه، يا ولد يا لعيب بمعلمه، يحطها جوه ال 18، خطيره من الجبهه الشمال، تسديده انما يا ولد المهدي سليمان، خطيره فوقتنا اللي فاتت دي، اول هجمه عنيفه وشرسه على مرمى نادي الاتحاد عن طريق مكه اللي اتكلمت عليه كتير مع البدايات وهو اللي يعمل الخطوره، هنشوف هل في تسلل قبلها، انما الهجمه كانت في منتهى الخطوره، في اعتقادي كان في رايه واستنى المساعد شويه وبعدين رفع. في تسلل انما هجمه خطيره لو ما كانتش موجوده رايه المساعد الاول النهارده خالد حسين. طويله اماميه يلعبها المهدي سليمان، كريم الديب دخل في قلب الملعب ويحطها بدماغه، انما هجمه مرتده في منتهى الخطوره، ايتوجا تسديده انما بعيده، تسديده كان ممكن يصبر شويه فرانك ايتوجا، في اعتقاد استعجل على اللعبه كده سواء هو كان كمل شويه. ادي اللعبه اهي من بدايتها، كان الراجل موقفه سليم وراح وسبق المدافعين، مكان التسديد صعب شويه، مش في مواجهه مرمى مهدي سليمان، انما كمان بعيده ياردتين ثلاثه عن القايم الشمال لمرمى نادي الاتحاد. قاعد في المركز الخامس وعنده فرصه النهارده يوصل للمركز الثالث فوق النادي المصري لو قدر ياخد الثلاث نقاط بتوع المواجهه. ضربه ركنيه موجوده اللي وقفنا عليها لغايه ما اللعيبه في فتره الاستراحه او فتره البريك، عشان ما حدش يقول الاستراحه الربع ساعه بين الشوطين، بيتكلم وفا مع اللعيبه، حاسس ان في اشتباكات جوه، بيحذروا، ما بيقول لهم انا شايفكم وسامع كمان الفار لو حد عمل حاجه من ورا ظهري. وضربه ركنيه للجونه، ركنيه للجونه، يعلقوها جامده وعاليه وحلوه، خطيره خطيره، انما يطلع يا ولد يا لعيب من جوه ال 18، هنشوف عمرو صالح ولا مين، انما خطيره خطيره اللي فاتت دي في منتهى الخطوره. كويس قوي طلع لفوق، تفوق احمد عبد الرسول، طويلة أمامية، الهجمة المرتدة، 3-4. رانداريانا ومكمل معاه أشرف مجدي، إنما يتصرف فيها بشكل فردي وتطلع بره إلى ضربة مرمى. مرتين ثلاثة لعيبة الجونة يوصلوا للمكان ده، سواء رانداريانا أو قبله فرانكي إيتوجا من 10 دقايق، واللعيبة اتصرفت بسرعة، كان ممكن يتقالوا شوية أو كمان يزق يدخل لجوه المنطقة، هيتكلم عليها محللينا الكبار مع الزميل يحيى حمزة أثناء الشوطين. هجمات الجونة اللي كانوا بيوصلوا، ادي المرتدة السريعة، شوف الكرة قطعوا بيها أكتر من 40 متر، وصلوا لمرحلة هجومية مهمة عند أرنو رانداريانا، ولكن الراجل لو رفع عينيه بص بقى مكملين الناحية التانية، اللقاء شكله بيقول لك كده، مخنوق الملعب، مين يفك لنا الليلة دي ويجيب جون؟ هنشوف كده الوقت اللي جاي. أشرف مجدي من بره ال 18 يلعب عرضية خطيرة، يا ولد يا ولد على الخطيرة، خطيرة خطيرة اللي فاتت دي، تمر من قدام رانداريانا، ادي اللعبة ويمكن أهم لعبة كده في الربع ساعة الأخيرة، العرضية اللي اتعملت حلوة قوي من هناك من عند أشرف مجدي، بص الراجل وقف على الكورة، لسه بتكلم على التمريرات القاتلة والأسيستات اللي بتتعمل عن طريق أشرف مجدي أو
اللاعب ايمن موكا. المره دي اشرف مجدي هو اللي شالها حلوه حلوه اللي فاتت دي، ومن قدام دماغ الراجل لو شعره طويل شويه كان ممكن يطول الكوره. اللقاء شكله بيقول لك كده، مخنوق الملعب، مين يفك لنا الليله دي ويجيب جون؟ هنشوف كده الوقت اللي جاي. اشرف مجدي من بره ال 18 يلعب عرضيه خطيره يا ولد يا ولد على الخطيره، خطيره خطيره اللي فاتت دي تمر من قدام رانداريانا. ادي اللعبه ويمكن اهم لعبه كده في الربع ساعه الاخيره، العرضيه اللي اتعملت حلوه قوي من هناك من عند اشرف مجدي. بص الراجل وقف على الكوره، لسه بتكلم على التمريرات القاتله والاسيستات اللي بتتعمل عن طريق اشرف مجدي او اللاعب ايمن موكا. المره دي اشرف مجدي هو اللي شالها حلوه حلوه اللي فاتت دي، ومن قدام دماغ الراجل لو شعره طويل شويه كان ممكن يطول الكوره. اللعيبه هتجاوبنا، والبدلاء احيانا بيبقى في ايديهم القرار التهديفي، انما ده هنشوفه مع بدايه الشوط الجديد. صفاره محمود وفا، تعادل سلبي، الجون على ملعبه امام الاتحاد السكندري ضمن لقاءات الجوله رقم 20. ان شاء الله نرجع لحضراتكم مع بدايه الشوط الجديد. هنبدا على بركه الله الشوط الثاني. على يميننا الجونه بتشكيلته احمد مسعود، كمال ابو الفتوح، احمد حسام، عبد الرسول، الدغيمي، شوشه، اشرف مجدي، رضا صلاح، ارنو رانداريانا، وموكا وايتوجا. الناحيه الثانيه للاتحاد، مهدي سليمان، كريم الديب، مصطفى ابراهيم، ابو سليمه، هشام صلاح، عمرو صالح، وناصر ناصر، الغندور، بواتينج، عادل ميسي، ومابولولو، لغايه ما نقول الوضعيه الفنيه لكلا الفريقين. نادي الاتحاد يبدأ الهجمة من عند كريم الديب، عرضية حلوة يا ولد يا ولد، جول جول جول، خلصها احمد عادل ميسي، عرضية بلسم. ايه يا ابني الجمال ده، اول جملة متحركة يعملوها لعيبة سيد البلد بعرضية منتهى الجمال والروعة، واحمد عادل ميسي الراجل يتحرك للكورة يا ولد يا لعيب في منتهى الجمال والروعة. هنشوف حكاية الجون تاني، جون حلو قوي. ادي بداية اللعبة، فريق عمل الهجمة، البداية عمر طارق الوحش عدى كويس قوي. هنشوف العرضية من عند كريم الديب، يا ولد راح للكورة، برافو يا ولد يا لعيب. ادي الفيرويد او اللاعب اللي جوه الصندوق، اول مرة زي ما قلت لحضراتكم احمد عيد، يا سلام ثلاثي اضواء ال 18 في اللعبة اللي فاتت، احمد عيد البديل، كريم الديب بعرضية منتهى الجمال والروعة، وتحرك عبقري من احمد عادل ميسي. بص الراجل سبق على طريقة مين بقى؟ على طريقة وسام ابو علي امبارح، النجم الفلسطيني للنادي الاهلي اللي راح وسبق المدافع كده، يعني جون او كده شكل قريب للجون اللي بتكلم عليه. احمد عادل ميسي بهدف في الدقيقة 61 يغير لنا المباراة تماما، وهيفك الملعب شوية. طول حسن سمير داخل ال 18، ناصر ناصر، انما تدخل جامد قوي من كمال ابو الفتوح وناصر ناصر. ادى ركلة جزاء، ادى ركلة جزاء، ايمن موكا هو اللي هيسدد. موكا اللي جايب جونين قدام سيراميكا وبلديه المحله، في حوار مع المهدي سليمان وفرقته متاخره بجون. موكا ومهدي، ايمن والمهدي سليمان، ايمن موكا، ايمن موكا، انما جول جول جول، سجلها ايمن موكا، راح لها المهدي سليمان كويس قوي، انما تعدي من تحت ايده ويسجل هدف التعادل لفرقته. ايمن موكا مع الدقيقه 73 او الدقيقه 74 كمان من احداث المباراه، يبقى 1-1. اتقدم الاتحاد عن طريق احمد عادل ميسي، ويعدل من ركله الجزاء اللي قدر ياخدها كمال ابو الفتوح، ولكن هارد لاك للمهدي سليمان في الكره اللي راح لها كويس قوي، انما تيجي وتعدي من تحت ايده. ادي اللعبه تاني، مهدي سليمان واحد من حراس منتخبنا الوطني في الفتره الاخيره، صاحب الخبرات الكبيره والمشوار في الدوري المصري، المهدي سليمان اللي بدأنا نتعرف عليه مع الفريق البترولي نادي انبي. باروكلية، رغم ان انا بقول مش هقول يعني رأيي في اللعبة، انما احيانا ما بتقدرش تمسك نفسك لأي فرقة، لأي فرقة بصرف النظر عن الالوان. الجون عرضية خطيرة، جول جول جول، خلصوها الجونة، احمد حسام يا ولد يا ولد يا حسام، مش ممكن مش ممكن، العرضية ركنية يسجلوا منها ويطلع فوق الجميع احمد حسام، هدف في وقت قاتل، هدف في وقت قاتل للعبة الجونة. ادي الكورة، حيرتينا يا كورة، حيرتينا يا كورة، عرضية من الركنية ويرتقي فوق الجميع احمد حسام بضربة رأس نموذجية، قلت وقت صعب جدا على الفرقتين والاتنين المدربين واللعيبة.
ادي حكايه الجون، عرضيه من موكا واستغابه من لعيبه الاتحاد ولكن دون ارتقاء مع احمد حسام. بص الراجل طلع وكان فانيلا خضراء، بص طالع وسط ايه، ست سبع لعيبه من نادي الاتحاد يحطها في مقتل، في مقتل في الزاويه البعيده. الهدف الثاني للجونه مش ممكن، علاء عبد العال هيتجنن هو وجهازه الفني. 2-1 في الدقيقه كام؟ الدقيقه الخامسه من الوقت المحتسب بدل الضائع. الجونه يعود بهدفين بعد ما كان متاخر بجون، هيدي انذار طبعا لان قلع الفانيلا وهياخد كارت احمر، كان واخد انذار احمد حسام وخد استبعاد اهوت من الملعب رغم الجون الجميل اللي جابه قلع الفانيلا احمد حسام، وادي كمان كارت احمر لحد ان الجهاز الفني بيعترض. يبقى الجونه هيلعب الثواني اللي فاضله ب10 لعيبه وهدف في منتهى الجمال بضربه راس عن طريق المدافع احمد حسام. عمر طارق الوحش يلعبها تاني في اتجاه فان ديريك، بكالي تطلع بره ولكن معاه صفاره نهايه اللقاء وثلاث نقاط للجونه على ملعبه النهارده يوصل للرقم 28 على مستوى النقاط عشان يطلع ويشارك بقى في اول ست فرق في جدول البطوله، ولكن يتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطه رقم 29. مبروك للجونه ومحبيه وهارد لك لنادي الاتحاد وجماهيره العريضه في لقاء اليوم.